إسرائيل وبشكل خطير للغاية أبلغت أوروبا بأنها ستوجه ضربة للمفاعلات النووية الإيرانية بمفردها إذا لزم الأمر، وهذا جاء من خلال زيارات قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا إلى إيطاليا إلى ألمانيا، وجاءت التفاصيل الحصرية قادمة من مسؤول إسرائيلي كبير لإيران انترناشنال، هو الذي صرح بهذا الأمر خلال 48 ساعة الماضية وأوضح بأن هذه الزيارة الأخيرة لنتنياهو الأخيرة كما تلاحظون إلى أوروبا هي لنقل رسالة مفادها أن إسرائيل ستتصرف بمفردها كما تحدثنا ضد إيران إذا لزم الأمر. وطبعا اليوم أيضا نتنياهو بنفس الشكل بنفس الطريقة وسائل الأنباء ووسائل الإعلام أساسا قامت بنقل تصريحات أخرى له، وهو يتحدث بأنه يواجه ثلاث صراعات منها البرنامج النووي الإيراني، وبأنه لن يسمح لإيران بامتلاك القنبلة النووية بأي شكل من الأشكال. فيها رسالة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها أيضا تأتي متزامنة مع تصريحات ظهرت في الأيام القليلة الماضية من قبل قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا، وهو كان في مجلس الشيوخ الأمريكي أمام لجنة القوات المسلحة الموجودة طبعا في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي نتحدث عنه، هو الذي طبعا وضح بتصريحات واضحة بأن إيران لم تعد عادية أبدا وبأنها أصبحت من أولويات القيادة المركزية الأمريكية، لأن إيران الآن تمتلك أكبر ترسانة صاروخية وأخطر ترسانة صاروخية على الإطلاق. كذلك تحدث إيريك كوريلا لمجلس الشيوخ الأمريكي بأن إيران تمتلك منظومة أو نظاما للطائرات المسيرة هو الأكثر تقدما على مستوى المنطقة على الإطلاق، وكذلك قال بأن الحرس الثوري الإيراني قبل 5 سنوات كان مختلفا تماما، وقال بأن الحرس الثوري الآن مختلف تماما أكثر تقدما ولديه إمكانيات عالية، وذكر مسألة المعلوماتية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني والخاصة بإيران بشكل عام في مسائل الهجمات الإلكترونية وجمع المعلومات وغيرها، وكذلك هو تحدث بأن إيران قادرة على الوصول للقنبلة النووية خلال 14 يوما. طبعا هو اقتبس هذه التصريحات وتحدث بها بشكل مباشر من تصريحات شهدناها مؤخرا من أحد المسؤولين المهمين أساسا في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، وعلى أساس هذه العوامل قال إيريك كوريلا بصريح العبارة بأن ردع إيران أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في تاريخ القيادة المركزية الأمريكية بسبب تلك القدرات كما تحدث طبعا. وأيضا تصريحاته أيضا هي جاءت بعد إعلان رسمي من وزارة الدفاع السعودية التي أكدت دخول وتحليق طائرات B-52 القاذفة النووية الأمريكية التي دخلت إلى الشرق الأوسط كما شهدناها بحسب الفلايت رادار 24 وزارة الدفاع السعودية. هي وضحت بأن فعلا المقاتلات السعودية من F-15 كانت قد حلقت جنبا إلى جنب مع B-52 التي حلقت فوق السعودية، وطبعا حلقت مباشرة بشكل مباشر أمام بوشهر وأمام مفاعل بوشهر الإيراني في تهديد واضح من الولايات المتحدة الأمريكية. وإسرائيل أساسا تعمل بشكل مكثف، هي تقول في نفس الوقت تقول بأنني سأتصرف بمفردي، ولكن أيضا هي تحاول أن تغازل الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في مسألة الحرب الروسية الأوكرانية من خلال دعم أوكرانيا، فتطورات كبيرة جدا قد جاءت على المستوى الإسرائيلي، وإسرائيل هي كانت صديقة للجميع للأوكرانيين للروس، الآن الأمر اختلف خاصة وأن موقع أكسيوس الأمريكي كشف مؤخرا في 15 مارس ليس بعيدا أبدا قبل 4 أيام تحدث بشكل واضح بأن إسرائيل أعطت التراخيص الكاملة لبيع أجهزة الإنذار المبكر مباشرة إلى أوكرانيا، وهذه الأجهزة هي مختصة في مواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية، حيث أنها ستواجه الطائرات المسيرة التي ترسلها إيران إلى روسيا والتي تستخدمها في الداخل الأوكراني. وهذا يعني باختصار أن إسرائيل تريد القول للولايات المتحدة الأمريكية بأنني الآن قد ضربت علاقتي بروسيا مباشرة، وبأن روسيا الآن ستعمل ضدي، فروسيا هي موجودة أساسا في سوريا، وبأن العلاقة مستمرة في التدهور وأن هنالك خطر علي،
وأنا أخاطر لكي تكوني أنت معي أيتها الولايات المتحدة الأمريكية، مثلما أنا أقف معك في أوكرانيا عليك أن تقفي معي ضد المفاعلات النووية الإيرانية التي أصبحت من وجهة نظر إسرائيل ومن وجهة نظر المجتمع الدولي حتى الولايات المتحدة الأمريكية يجدونها بأنها أصبحت خطيرة للغاية. وفعلا بأن روسيا الآن أساسا بعد هذه الأنباء التي صدرت من موقع أكسيوس، روسيا ببساطة قامت بالشكوى مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي وقالت بأنه يجب أن تكون هنالك تحقيقات في الضربات الإسرائيلية التي تقوم بها إسرائيل على الداخل السوري. ما هذا؟ ما الذي يجري؟ يجب أن يكون هنالك ضغطا على إسرائيل لإيقاف هذه الضربات التي تتم على سوريا. هي المرة الأولى التي نرى مثل هذا التطور طبعا مع روسيا، ولكن التحرك الإسرائيلي مدروس للغاية، خاصة وأنهم وجدوا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن قد صدر قرارا من المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على بوتين. وطبعا تعلم إسرائيل تماما بأن مثل هذا التطور هو يعني بأن هذه الحرب ستطول في أوكرانيا وبأنها ستأخذ وقتا طويلا، وكذلك أن الحديث مع بوتين أصبح صعبا، خاصة وأن المحكمة الجنائية الدولية في آخر قرار قد صدر لها قبل هذا القرار الذي نتحدث عنه، هو كان قد صدر على معمر القذافي الزعيم الليبي في يونيو من عام 2011. بعد 4 أشهر، كلنا نتذكر بعد صدور هذا القرار في أكتوبر 2011 ما الذي جرى لهذا الرجل. هذا لا يعني بأن بوتين سيتعرض لنفس المصير الذي تعرض له طبعا معمر القذافي، ولكن يعني بأن بوتين أصبح معزولا، أصبح منبوذا، ولن يكون هنالك الكثير من المفاوضات على ما يبدو وعلى ما يتحدثون عنه، وبالتالي الأمور ستطول في أوكرانيا. ولكن في نفس الوقت إن إيران قريبة للغاية من الوصول للقنبلة النووية. خلال 14 يوما إذا ما قررت إيران القفز للقنبلة النووية فستقفز بسرعة إلى القنبلة النووية، وبالتالي بالنسبة لإسرائيل التضحية بعلاقتها مع روسيا والحصول على نوعا ما قرب الولايات المتحدة لتوجيه ضربة ضد المفاعلات النووية هي تبدو بالنسبة لإسرائيل الصفقة الأوضح والأهم، وخاصة أنها قامت بتقديم هذه الأنظمة، أنظمة الإنذار المبكر التي تحدثنا عنها ضد الطائرات المسيرة، أيضا هي مسألة مهمة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنزعج تماما من مسألة ومنزعجة تماما من مسألة الطائرات المسيرة التي تدخل إلى روسيا وتستخدم في الداخل الأوكراني. فكان هنالك تطورا خطيرا في هذه المسألة قد جرى هنا على الحدود بين أفغانستان وبين إيران في زابول تحديدا في اتجاه أفغانستان على الخط الحدودي تماما، ولكن هي داخل الأراضي الأفغانية. سقطت إحدى الطائرات الإيرانية بشكل مفاجئ وفيها مفاجأة كبيرة، هذه الطائرة وهي من نوع مهاجر 6 كما تلاحظونها بهذا الشكل قد سقطت. هي طائرة سبق وأن ظهرت أساسا في الداخل الأوكراني، وسبق وأن ذهبت أساسا CNN العام الماضي من خلال هذه المراسلة التي ترأست فريقا أساسا وكانت على رأس فريق من CNN إلى أوكرانيا لإلقاء النظر على طائرة مسيرة من مهاجر 6 بهذا الشكل. لاحظ اللون لهذه الطائرة متشابه تماما مع الطائرة التي ألقينا نظرة عليها الآن بهذه الطريقة، وخاصة إذا ما اقتربنا من الرمز أو الكود الموجود المسجل بهذه الطائرة، عندما تقترب منه ستجده ER-860 تقريبا كما تلاحظون من هذه الصورة. والصورة القادمة من أفغانستان لهذه الطائرة التي سقطت في الداخل الأفغاني ستلاحظ بأنها أيضا عندما تقترب منها ER-878 نفس اللون، نفس الكود، ليس هنالك شيئا مختلفا. هذه الطائرة سقطت في أفغانستان وتلك الطائرة سقطت العام الماضي أساسا في الداخل الأوكراني، يعطي إثباتا جديدا على إيران بأنها متدخلة بشكل مباشر بطائراتها المسيرة في الداخل الأوكراني، رغم أنها تنفي هذا الأمر حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. وطبعا الانزعاج الأمريكي لا يأتي فقط بسبب الطائرات المسيرة أو بسبب أن إيران قفزت في لحظة معينة إلى هذا التخصيب العالي للغاية في منشأة فوردو ب83.7%، قريبة للغاية من التخصيب العسكري للوصول للقنبلة النووية. وإنما الانزعاج الأمريكي الأساسي هو يأتي مما جرى هنا مؤخرا كما لاحظنا، الأمر لا زال كبيرا، ألا وهو التقارب السعودي بين المملكة العربية السعودية طبعا وبين إيران برعاية الصين. فهنا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بدت إيران في موقع وفي موقف مرتاح تماما، معها الصين، اقتربت مع المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا
أيضا السعودية بدأت تبدو وكأنها من بعيد أصبحت باتجاه المحور الآخر، المحور الذي يأتي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت مع الصين، أصبحت أبعد عن الولايات المتحدة الأمريكية وأبعد من التفكير في الوصول إلى أي تطبيع مع إسرائيل أو تشكيل أي علاقات بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل. الأمر طبعا مزعج للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن علي شامخاني الذي ترونه هنا وهو الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني كان قد ظهر اليوم في بغداد في جولة مكوكية مهمة طبعا، وصل والتقى بمستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي، وقع اتفاقية أمنية في العراق كما تلاحظون بحضور وبرعاية رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، كذلك الرئيس السوري بشار الأسد وصل إلى الإمارات العربية المتحدة بهذه الطريقة في زيارات مستمرة إلى الدول العربية في عودة للحضن العربي، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية والخارجية الأمريكية سبق وأن حذرت حلفائها في الشرق الأوسط من التوجه أو قبول بشار الأسد في المنطقة، خاصة وأنهم يعتبرونه مجرم حرب بسبب كل ما جرى طبعا في الحرب الأهلية السورية، بل أن أساسا إيران بدأت تنفتح بسرعة وقالت بأننا نريد بالعودة بالاتفاقية أو بإعادة العلاقات مع مملكة البحرين ومع جمهورية مصر العربية. وفعلا أمواج دوت ميديا كانت قد كشفت في 14 مارس بأن هنالك محادثات قد تمت مع البحرين، وقد نسمع أيضا ليس فقط العودة بالعلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، ولكن قد نسمع بين إيران وبين البحرين عودة الاتفاقيات، ولما لا مع جمهورية مصر العربية. وهذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بأن الصين حاضرة باتفاقيات استراتيجية مع إيران، حاضرة باستثمارات كبيرة مع المملكة العربية السعودية، استثمارات طبعا في العراق، تحل المشاكل الموجودة في المنطقة، إيران لم تعد معزولة نهائيا، وبالتالي الولايات المتحدة بدأت تجد الصين تلعب أدوارا كبيرة للغاية، بل إن الصين لا تلعب فقط أدوارا هنا في هذه المنطقة، بل صدق أو لا تصدق الصين الآن قد دخلت الحرب الروسية الأوكرانية وبدأت تدعم روسيا مباشرة في الداخل الأوكراني من خلال إرسال السلاح لها، وهذا الأمر قد توضح في 16 مارس مؤخرا هنا بحسب بوليتيكو، فهي التي أكدت من خلال بيانات جمركية كانت قد تحصلت عليها بوليتيكو، اطلعت على تفاصيل مسجلة مباشرة بأن هنالك بنادق هجومية صينية أرسلت إلى روسيا أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، كذلك شحنات طائرات بدون طيار وأيضا دروع واقية تم توجيهها عبر تركيا وعبر الإمارات العربية المتحدة. نفس هذا التقرير تماما شهدنا نفسه تماما، بيانات جمركية اطلعت عليه هذه المرة ليست بوليتيكو، الشهر الماضي الوول ستريت جورنال التي أكدت كما تلاحظون تظهر سجلات الجمارك أن شركات الدفاع الصينية المملوكة للدولة تشحن معدات الملاحة وتكنولوجيا التشويش وقطع غيار المقاتلات النفاثة إلى شركات الدفاع الروسية المملوكة للحكومة الخاضعة للعقوبات. لاحظ كيف الصين قد دخلت إلى هذه المعركة، بل أن CNN وضع تحليلا كاملا عن طبيعة الدخول الصيني في الحرب الروسية ومساعدة روسيا للخلاص من العقوبات الغربية ومن عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا التقرير أكد أن الصين قالت إن لم يشتروا منك النفط يا روسيا أنا سأشتري النفط منك ومن دون أي مشاكل، إن لم تصدر الشركات الغربية في أوروبا في الولايات المتحدة بسبب العقوبات لن يصدروا لكم التكنولوجيا وغيرها، سأصدر أنا لكم هذا الأمر، وهذا ما أكدته CNN أيضا. وكذلك إن قاموا بغلق السويفت وبأنهم فعلا قد منعوا السويفت عن العديد من البنوك الروسية، فبأن الصين الآن بدأت تساعد وبدأت روسيا تستخدم اليوان الصيني بدلا من الدولار، وبالتالي كل هذه العوامل تلعب عليها الصين مع روسيا، واليوان أصبح حقيقة واقعية من خلال ما ثبتته طبعا CNN. وقد نرى أيضا إيران تتجه إلى هذا الاتجاه في ظل هذه الانفراجات التي لا تبدو مريحة للولايات المتحدة أبدا، وبالتالي بشكل واضح الصين تقول بأنني موجودة هنا في الشرق الأوسط لمواجهتك أيتها الولايات المتحدة الأمريكية ويا أيها الغرب، فأنا أنتصر في الاستثمارات الاقتصادية وأنتصر على المستوى الدبلوماسي وأيضا سأدعم روسيا من أجل التقدم في أوكرانيا. وفعلا هنالك تقدم في أوكرانيا مستمر في إحدى أهم الجبهات المشتعلة كما تلاحظون بحسب الديب ستيت الأوكرانية، إذا ما حاولنا هنا الاقتراب من إحدى أهم المعارك
التي ستلاحظونها هنا، ألا وهي مدينة باخموت هنا بهذا الاتجاه. إذا ما حاولنا العودة طبعا بالتاريخ خلينا لكي نلاحظ ما الذي يجري، فإن هنالك تطورات كبيرة للغاية في 12 أو في 11 من مارس عندما تعود بهذه الطريقة. ستلاحظ بأن القوات الروسية لم تعد فقط تريد تطويق هذه المنطقة أو الدخول على باخموت وإغلاقها طبعا وإحاطتها، وإنما بدأت تعمل بهذا الاتجاه، بهذه الاتجاهات بدأت تعمل تجاه غريغوريفكا وكذلك ستابوتشكا بهذه الطريقة، وبدأوا يعملون على طوق أكبر، طوق كبير وطوق صغير تجاه باخموت. أي بما معنى إذا ما اتجهنا هنا بهذا الشكل، واحد لاحظ، الثاني عشر، الثالث عشر، لاحظ التقدم بهذه الاتجاهات، الرابع عشر من مارس والخامس عشر، ولاحظ بين السادس عشر والسابع عشر تجاه غريغوريفكا ستلاحظ التقدم واضح جدا. كيف هو كان التقدم واضحا، وأيضا ستلاحظ بأنك أمام تقدم مستمر، وبالتالي بالنسبة للقوات الروسية بدأت تبدو من خلال هذا التقدم تريد السيطرة على مرتفعات غريغوريفكا، تريد أساسا الضغط وخلق طوق من ستابوتشكا أيضا بهذا الاتجاه على هذه المنطقة تشازفيار. لماذا؟ لأن تشازفيار أساسا تعتمد عليها القوات الأوكرانية بشكل مكثف، ودعونا نأخذ صورة أوضح بهذا الشكل. هذه كوستانتينيفكا التي ترونها، كوستانتينيفكا يتم إمداد طبعا السلاح بالنسبة لأوكرانيا إلى تشازفيار، وتمد قطعاتها مباشرة إلى باخموت للصمود أمام هذا التقدم الكبير. وبالتالي القوات الروسية الذي تريد أن تفعله ببساطة هنا بأنني أريد أن أضغط بهذا الاتجاه وأريد أن أخلق الطوق على تشازفيار، والذي سيجبر القوات الأوكرانية في نقطة معينة أن تنسحب تماما من هذه المنطقة وأن تترك باخموت، وبالتالي تستطيع القوات الروسية أن تحقق النجاح هنا بإغلاق المنطقة وتبدأ بنقطة جديدة في مهاجمة تشازفيار. وإذا ما قمنا أيضا بإلقاء نظرة على ما جرى في الساعات الماضية، وهي قضية مثيرة هنا في باخموت، هنا عندما تقترب، دعونا نعود إلى 18 من مارس. كما تلاحظ هنا، لاحظ كيف التقدم جاء في منتصف المدينة بهذا الشكل، تقدم كبير للغاية واضح أمامكم. دعونا نتجه إلى الشاشة الآن لطبيعة اشتباكات جاءت في 24 ساعة الماضية في هذه المنطقة. طبعا كل الأسلحة وكل سلاح سيكون مفيدا في هذه المنطقة تحديدا، إن كان قادما من الصين، إن كان قادما من إيران، لنلقي نظرة على طبيعة هذه الاشتباكات. هذه هي الاشتباكات التي ترونها طبعا من قبل القوات الأوكرانية في منطقة معينة في باخموت تحديدا، وفي ماريو بوليسكا التي هي تأتي إلى كما تحدثوا إلى جنوب طبعا مدينة باخموت بهذه الطريقة. وهذه اللقطات إذا ما حاولنا أن نحدد الموقع لكي نتأكد من هذه التفاصيل التي نشرت من قبل الديب ستيت، هي ستعطينا فكرة واضحة عن ما الذي يجري في هذه المنطقة، وأين تتواجد القوات تحديدا الأوكرانية، وأين تتواجد القوات الروسية. وهذه صورة واضحة لكم إذا ما أخذنا بسرعة من هذه اللقطة التي وضحت العديد من الأمور. نحن أمام عمود يبدو بعيدا ولكنه مهما في نفس الوقت، وهنا عمود كبير وعمود واضح طبعا، وواضح بأنه يأتي عبر الشارع. هنا كما نلاحظ أيضا بأننا أمام شارع في هذه المنطقة، هذا هو شارع، وهنالك سياج واضح، وهنالك أيضا مبنى كما ترون بهذه الطريقة، هنا شجرة قريبة من هذا المبنى، وهنا أيضا شجرة كبيرة بهذا الاتجاه. نحن أمام منطقة فيها سياجين على ما يبدو، هنا سياج أو صفائح بهذه الطريقة، وأيضا هنا مبنى، وطبعا منطقة وكأنها جراج للسيارات طبعا. والاشتباكات تأتي بهذا الاتجاه من قبل القوات الأوكرانية تجاه قوات فاغنر التي تقتحم هذه المدينة بنجاح عال. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي لنأخذ صورة من مدينة باخموت، إحدى آخر النقاط التي ظهرت الأسبوع الماضي هي كانت هنا بهذا الاتجاه. طبعا القوات الروسية كانت قد وصلت إلى هذه النقطة التي سترونها أمامكم، كانت في مرحلة اشتباكات بهذا الاتجاه من أمام هذا المبنى، وأصبحت قريبة للغاية من المبنى الحكومي على مسافة 0.4 الذي لا زالت طبعا القوات الأوكرانية تسيطر عليه. بالتالي بالبحث في هذه المنطقة، أين من الممكن لهذه النقطة أن تتواجد؟ هنالك نقطة نوعا ما قريبة للغاية من منطقة الاشتباكات في نفس المنطقة، ستلاحظ هنا الجراج الذي نراه هنا بهذه الطريقة وبهذا الاتجاه. نأخذ 180 درجة ونحاول أن نصل إلى العمودين التي رأيناها والتي حددناها في بادئ الأمر. العمود الأول يأتي بهذا الاتجاه الذي ترونه طبعا، هذا هو العمود الأول الذي كان واضحا بعيدا، أما العمود الذي تحدثنا عنه الأقرب طبعا الذي كان الأكثر وضوحا هو يأتي من هذه المنطقة التي تبدو وكأنها جراجا
أو موقفا للسيارات بهذه النقطة الواضحة أمامكم، وبالتالي نحن أمام علامات نوعا ما متطابقة لنقترب من هذا الاتجاه لكي نحدد الموقع ونتأكد فعلا هل إن القوات الأوكرانية موجودة هنا. أصبحنا طبعا أمام علامة العمود الذي تحدثنا عنه، هذا هو السياج لهذا طبعا موقف السيارات، هذا هو المبنى، وأيضا هذه هي الشجرة الأولى وهذه الشجرة الثانية، هذا هو المبنى المنفرد، وطبعا هذا هو السياج وهذا هو الطريق، وهذا يعني أن القوات الأوكرانية موجودة هنا وبأنها في مرحلة اشتباكات مع القوات وقوات فاغنر، القوات الروسية طبعا بهذه الطريقة. إذن أين هي الاشتباكات بالضبط؟ هذه اللقطة تحديدا التي كانت مصورة في 24 ساعة الماضية توضح بأن القوات الروسية قد تقدمت، أي أنها لم تعد فقط تقوم باشتباكات بهذا الشارع، بل أنها أصبحت في هذه المباني في هذه الأزقة، وبأن الاشتباكات تأتي من قبل القوات الأوكرانية وتحاول التصدي طبعا من أجل الدفاع عن ماذا؟ عن المبنى الحكومي الموجود في باخموت، لأن هذا المبنى إن سقط فهي مسألة معنوية كبيرة وخطيرة. هذا هو المبنى الحكومي من وجهة النظر الأوكرانية، وهي تحاول طبعا الدفاع واتخاذ هذه خطوط دفاعية من أجل منع قوات فاغنر من التقدم، ولكن قوات فاغنر قريبة للغاية وممكن في أي لحظة كل شيء يتغير في هذه المعركة وتنتهي مباشرة باخموت. بالتالي باخموت تمر بلحظات صعبة، وقد يعني الدعم الصيني والإيراني هنا الكثير في هذه المعركة.